النقرس أو ما يعرف بداء الملوك هو نوع من أنواع التهابات المفاصل. ارتبطت الإصابة بالنقرس بالنظام الغذائي الغني باللحوم والمأكولات البحرية، ولكن من الممكن أن تكون هناك أسباب خفية مفاجئة غير الطعام تزيد من ألم النقرس. لا يكفي فقط الحد من المواد الغذائية السيئة لمرض النقرس مثل اللحوم والكبدة والأسماك والمشروبات العالية بالسكر. تشير الأبحاث إلى أن السمنة بحد ذاتها تزيد من خطر الإصابة بالنقرس عن طريق تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من حمض اليوريك. الحفاظ على وزن صحي هو خطوة مهمة للحفاظ على مستويات حمض اليوريك تحت السيطرة. إن محاولة إنقاص وزنك عن طريق اتباع الحميات القاسية وعدم تناول الطعام لفترات طويلة يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بنوبة نقرس. السبب الرئيسي هو أن هذه الحميات القاسية تزيد من مستوى الكيتونات في جسمك، وستتنافس مع حمض اليوريك لإفرازه، فيختزن أكثر في الجسم ويسبب نوبة نقرس. الجفاف يمكن أن يكون له العديد من الآثار الصحية، والنقرس واحد منها. الجفاف يمكن أن يزيد من تركيز حمض اليوريك في الدم، وفي الأفراد المصابين بالنقرس يمكن أن تسهم هذه الزيادة في التعرض لنوبة نقرس. عليك أن تشرب حوالي 8 أكواب من الماء يومياً، خاصة إذا كنت قد تعرضت لنوبة نقرس. الإسبرين يرفع كمية اليوريك أسيد الذي يتسرب في المفاصل وخاصة في إصبع القدم الكبير، مما يسبب نوبة نقرس. إذا كنت تتناول الإسبرين لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فلا تتوقف عن تناول هذه الحبوب خوفاً من النقرس، لأن هناك أدوية خاصة بالنقرس يمكنك تناولها مع الإسبرين. مدرات البول تزيد التبول وتصبح السوائل في جسمك أكثر تركيز، وهذا يزيد خطر إصابتك بالبلورات التي تسبب النقرس. هناك العديد من الأنواع الأخرى لأدوية ضغط الدم التي لا تزيد خطر إصابتك بالنقرس. قرر ذلك مع طبيبك. هرمون الأستروجين يساعد الكلى على إفراز حمض اليوريك الذي ينخفض بعد سن اليأس، لذا ربما يكون هذا هو السبب في احتمالية إصابة النساء بالنقرس أكثر من الرجال. تشير الدراسات إلى أنه يمكن المساعدة في الحفاظ على النقرس عن طريق تناول الكرز وفيتامين سي وشرب القهوة. على الرغم من عدم وجود دراسات تؤكد تأثير الأحذية على مخاطر النقرس، إلا أن ارتداء الأحذية الغير مريحة ممكن أن يزيد الحالة سوءاً. يجب على النساء اختيار الأحذية المريحة ذات الكعب المنخفض لتقليل الضغط على أصابع القدم، أو الحد من ارتداء أحذية الكعب العالي. لسوء الحظ، أحد العوامل التي لها تأثير كبير على خطر النقرس هو شيء لا يمكنك التحكم فيه. إذا كان أحد أفراد العائلة مصاب بالنقرس فاحذر، خاصة مع تقدمك في العمر. الرجال في منتصف الأربعينات هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالنقرس، والنساء معرضات لخطر متزايد مع تقدم السن. يمكن لإصابة مؤلمة في المفصل أن تسبب التهاب بسيط، وقد تتطور بعد ذلك إلى نوبة نقرس.